لا 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 يا ربي يا ربنا يكبر ويبقى قدنا ويبقى أشطر مننا. ده مين ده؟ البيبي يا بيبي. بيبي يا بيبي؟ في ايه يا علي؟ في ايه؟ انت خلاص خلتني حامل وحملت 9 شهور وولدت كمان وعملنا اسبوع للبيبي؟ من جهة ان انا خليتك حامل فدي حقيقة محدش يقدر ينكرها. اما بالنسبة بقى ل9 شهور والولادة والحاجات الستات دي اللي انا مفهمش فيها فشدي حيلك يا حبيبتي، انما انا خلاص عملت اللي عليا وفي ايديك قوة تهد جبال، في ايديك قوة وعليك صبر وطول. بس بقى يا علي بس، انت بتغزني. لعلمك بقى خبر الحمل اللي انا قلته لمامتك ده مش اكيد، وانا بعدت اجيب تيست حمل دلوقتي عشان اتاكد، وان شاء الله مش هيبقى في ايديك قوة ولا حاجة ومش هيبقى فيها بيبي. ما بقاش علي الجامد اللي هو كان علي الطيب سابقا يا انجي، فهماني كويس ها؟ اما كان فيها بيبي. لا فيها بيبي يا انجي. ما فيهاش بيبي يا علي. فيها بيبي يا انجي. لا بقى ما فيهاش بيبي. فيها بيبي يا انجي. الجرس. في ايديك قوه تهد، عرفت احور عليك ها؟ في ايديك قوه تهد جبال، في ايديك قوه وعليك صبر وطول بال. ما فيهاش بيبي يا علي. ما فيهاش بيبي. في ايديك قوة وعليك صبر وطولة بال، وعنيك مقدرش ما احبكش وحياتك مقدرش. انت مين يا عسل؟ انا علي. لا والله، لما انت علي امال انا ابقى مين؟ لا انت الاستاذ علي. اه طب عايز ايه علي من الاستاذ علي؟ انت اللي عايز مش انا اللي عايز. طب الاستاذ علي عايز ايه من علي؟ تست الحمل. انت شاكك انك حامل يا باشا ولا ايه؟ جلالة انت هتهزر ولا ايه؟ ده عشان المدام. اه طيب خد. شكرا شكرا. مقدرش ما احبكش يا هاتك مقدرش. يلا غور يلا. يلا بقى. يلا ايه؟ اشوف التست. بقول لك ايه يا علي؟ اطلع بره وسيبني في حالي دلوقتي، انا عفاريت الدنيا بتتنطط في وشي. اما اخلص فطار هبقى اعمل التست واقول لك على النتيجه. لا لا والنبي انجي والنبي انجي. اشوف التست. شوف ايه يا علي؟ اشوف. اصل بقول لك في لمبه حمراء، واحد حكى لي قبل كده هو يعني قال لي اللمبه لو نورت احمر يبقى ولد، ولو نورت اخضر يبقى بنت. ليه والنبي ايه؟ ما قالكش لو اللمبه نورت اصفر ايه؟ يبقى نعيد المحاوله تاني. بس بقى يا علي بطل غلاسة بجد، اطلع بره وانا لما اعمل التست هبقول لك على النتيجة، اما بجد مش هقول لك حاجة. حاضر انجي هطلع بره، بس امانة عليكي يا احمر يا اخضر عشان مفيش نفس عيد المحاولة تاني. اطلع بره يا علي بقى. حاضر انجي، بس ان شاء الله فيها بيبي. لا بقى يا علي مش هيبقى فيها بيبي، ولو حصل ان فيها بيبي انا بقول لك اهو هنزله، احنا لسه في اولها. حرام عليك يا انجي، اللي بتقوليه ده حرام على فكره، العيال عزوه يا ماما. خلاص هسيبك، هسيبك تعملي التست براحتك، بس ان شاء الله فيها بيبي. فيها بيبي فيها بيبي. الله الله فيها بيبي تربت فيها بيبي. قالوا عايزني اخلف عيل علشان يطلع اهبل زيه. قال ميه ميه ميه. ولد. يا رب. بنت. يا رب. ولد. يا رب. بنت. ما تبس بقى يا ابني خيالتنا، اقعد بقى وتهد. الله جننت العيال. قلقان قوي يا ماما. قلقان على ايه؟ ده مجرد تست حمل، امال لو كانت بتولد كنت عملت ايه؟ لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. ولد. يا رب. بنت. يا رب. يا رب، هي العيلة الهبلة دي مش هتخلص ولا ايه؟ ولد. يا رب. بنت. يا رب. يخرب بيت الهبل.
طمنيني، سبع مش كده؟ لا للأسف يا علي، طلع كتكوت، تيست بوزيتيف. للأسف؟ ده بدل ما تفرحي وتزغرتي، ألف مبروك يا حبيبي، يتربى في عزك يا غالي. هو كده صح، أنا قلت سولي لازم يتخاوى. هو أصلاً مخاوي من غير حاجة. إيه ده؟ يعني البيبي هيبقى ولد؟ أيوة يا حبيبي، إن شاء الله هيبقى لك أخ. وليه ما تبقاش أخت؟ أنا عايزة بنت. يا سلام، كل واحد عمال يختار، أنا لا عايزة لا أخ ولا أخت، أنا مش عايزة حاجة أصلاً. تفي من بقك يا إنجي، إن شاء الله يا رب، إن شاء الله ولد، ولد يا رب. بابي، هي مامي هتجيب البيبي ده منين؟ اتفضل بقى جاوب. الموضوع ده اتهرس في أفلام كتير قبل. بص يا حبيبي، هو أصل أنا سألت نفس السؤال ده لننتك زمان، وهي الحقيقة لسه ما جاوبتنيش لغاية دلوقتي، فهي هتقول لك بقى. اتفضلي قولي لي. أقوله إيه؟ هو أنا خلفت بعدك يعني؟ أنا شعرفني، اشرح له أنت. طب خلاص، ما دي فرصة، قولوا لنا أنتوا الاتنين دلوقتي. قولوا صحيح، عايزين نعرف. ها؟ إزاي؟ قول يا بابا ما تتكسفش، أنا زي ابنك برضو. امشي هتاخد أختك وامشي، خش جوه، يلا يلا. من غير ما تتنرفز، بس إحنا أصلا فاهمين كل حاجة، ربنا يسهل لك يا عم. أي يا بابا، إحنا فاهمين كل حاجة، الله يسهل لك يا عم. الله يسهلك أنت كمان يا ماما. شيبت، ادخلوا جوه على أوضتكم، قلة الأدب دي. لا ربيت الأولاد. ما شاء الله عليك، أنت كنت فين؟ عايزين تشرحوا لهم، ده هم يشرحوا البلد. بقول لك يا علي، إلهي لا يسيئك، كفاية إن أمك عرفت، بلاش تقول أي حد، هنتفضح. يا ريت يا علي ما تقولش لحد عشان الفضيحة. فضيحة إيه؟ وأنا شقتك من جامعة الدول العربية؟ ده أنت مراتي على فكرة، واللي في بطنك ده مجهودي الشخصي. ها؟ في إيديك قوة تهد جبال، في إيديك قوة. سلام، فرحان قوي بنفسك، هو ده اللي أنت شاطر فيه تغني، انما انت مش حاسس بالمصيبه اللي انا فيها. ما يا حبيبتي، ما لو دي مصيبه دي تبقى احلى مصيبه في الدنيا. يا سلام، معلش يا علي، عشان خاطري، عشان خاطري، كفايه سيوده حبيبتي عرفت. ها، مفيش داعي حد تاني يعرف والنبي. حاضر، اوعدني يا علي. اوعدك حبيبتي، مفيش حد هيعرف خالص. انا واثقه فيك، سرك في بير. يا جماعة لا مؤاخذة يعني في السؤال، في تطفل شوية، بس انتوا جبتوا حد ينظف؟ ده التمرج بتاع العيادة، بس الهانم مصرة تجيبه يشتغل هنا، مرة طباخ، مرة غسالة، شوية هيبقى كماريرة. اخص عليك يا سمورتي، الله فيها ايه يعني لما يساعدني في شغل البيت؟ ايوه حبيبتي مفيش معنى، بس بعد مواعيد العيادة. طول عمرك نصحى يا جوجو، مش زي يا ما نفسي كده شعبان يرميني باي واحد كدهوت من عنده في السوبر ماركت وانا اعمله مرمطون. يا سلام، مرمطون تاني غير شعبان؟ والله انت مفتريه. هذا يا دودو. بوبو يا باشا. يا قلبوبو، انا ابني دكتور مش باشا. كل سنه وانت طيب. وانت طيب يا سيدي، يبقى رش لنا كده طقم ليمون حلو. يا باشا ده انت تؤمر، كل سنه وانت طيب. الله، عيد ميلادك يا سمير. اخص عليك يا جوجو، مش كنت تقولي لنا انه عيد ميلاد سموره؟ معقوله ندخل ايدينا فاضيه كده؟ خلاص نرقص له بقى ونغني له. هابي بيرثداي تو هابي بيرثداي. لا الاغنيه الحلوه الثانيه اللي بتفرق. يلا حالا بالا بالا، نحيي ابو الفصل حيث عيد ميلاده الليله اسعد الاعياد، فليحيى ابو الفا. اديله اديله اديله. معلش خلاص خلاص. اقعدي يا كيفه، ربنا يهديكي. يعني مش عارفه عيد ميلاد جوزة دي لازمه في بق الواد، كل جملتين ثلاثه كل سنه طيب. معلش يا حبيبي، بس الواد ده شكله مش غريب عليا، انا شفته فين قبل كده؟ هو ده اللي فتح لك الباب. هتصدق يا سمورة؟ صح، هو شو بالك. بسم الله ما شاء الله، الله أكبر، ذاكرتك إيه؟ ما حصلتش عليك يا جوجو، هتحسديني ولا إيه؟ أنا بحلتيش غيرها الذاكرة. الله أكبر الله أكبر. بقول لك إيه يا سمورة، خلينا في المصيبة اللي أنا فيها، هعمل إيه في المصيبة اللي أنا جاية لك فيها دي؟ أتصرف إزاي؟ ولا حاجة، لو ولد سميه سمير. لا يا حبيبي، لا لا لا، إنجي صاحبتي أنا،
لو ولد او بنت هتسميه رجاء. سمير برضه. يا حلاوه اتخلقوا مع بعض سمير رجاء. انا اصلا مش عايزاه، عايزه انزله. انا حاسمه مش حسميه. تنزلي مين؟ حرام عليك، ده انت كده تبقي بترفسي النعمه برجلك ومش مقدره اللي ربنا بعتهولك. اول مره تقولي صح كده، انت بتتخلي عن فرصه عمرك. يعني ايه فرصه عمري وانا اول مره اخلف؟ ما انا مخلفه عيلين قبل كده. مش فاهمه قصدكوا ايه. الابحاث اثبتت ان الحمل والولاده بيدوا للست انرجي يرجعها 10 سنين. ده غير بقى يا حبيبتي الدلع والبغدده والمرعه الكدابه اللي الست بتاخدها وهي حامل. واول البيبي بقى ما نشرف، يا سلام، ياكل عقل ابوه. بصي بقى الراجل بقى بساعتها هيبقى زياد خاتم في ايديك. ويا حبيبتي اللي عنده 2 غير اللي عنده 3. بالظبط كده. شوفي بقى يفضل الراجل من دول سرحان طول النهار، يفكر في الكسوة ولبن الرضاعة والمدرسة وكل حاجة، ما عندوش فرصة بقى يبص كده ولا كده لأي ست. يعني خلصت الأول قصقصي طيرك قبل ما يروح لغيرك. أيوة بالظبط كده يا حبيبتي وجوزك على ما تعوزي. يعني عودتيه ياخد باله من العيال ويغير لهم، هيكفي على بوزه معاهم ومش هيشم غير ريحتهم. ودي فرصتك يا حبيبتي بقى انك تتنفذي اللي ما عرفتيش تعمليه لما خلفتي مي وصالي. كده يبقى انت ضمنتي حطيتي علي في جيبك الصغير. ايوه. في حاجة؟ طبعا في، ده نمو الولد. كل سنة وانتوا طيبين. لا تعالى هنا لمون. ايه؟ انا عايزة مغاد. وكل سنة وانتوا طيبين. هابي نيو بيبي. هابي نيو واد. الواد خلي بالك منه، لو يزعل تضحك وتلطفه، لو عيط طبطب على كتفه. الواد. مش عايزين النهارده، ما عندناش مكوى. انا مش مكواجي يا ابني. امال انت مين وعايز ايه وازاي وامتى والساعه كام وفين؟ انا دقدق شغال مع دكتور سمير. كل سنه وانت طيب. وانت طيب. النهارده عيد ايه؟ عيد الكنافه. والبسبوسه والجلاشه. مامتك عند دكتور سمير وقالت لي اندهلكوا، مش انتوا جيرانها؟ هو في ايه؟ كل سنه وانت طيبه. وانت طيب. مامتكوا عند دكتور سمير وقالت لي اندهلكوا، مش انتوا الجيران؟ ايه يا ابني سلامه الشوف، انت عبيط ولا ايه؟ مش مهم، يلا بينا. وكل سنه وانت طيبه. وانت طيب يا اخويا. الله، دي ام علي جت اهي. تعالي يا حاجه، تعالي يا حبيبتي اتفضلي. انا هقوم انا بقى. ماشي، هقوم احسن الموضوع قلب عقالي. اتفضلي. شكرا. تعالي يا واد، ده انت خساره في يوم. قوم 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 يلا. تعالي يا حبيبي اقعد بين ماما وبين تيتا واقعد جنب البيبي الجديد. ازيك يا نونو؟ عامل ايه؟ انا بحبك قوي. يا خلاصي. يا رب يكون بنت علشان ما ياخدش لعبي وياخد لعب مي. يا سلام. احنا هنبدا نجري من دلوقتي ولا ايه؟ انا دايما كنت بقول للعلي ان سولي لازم يجي له اخ، ما ينفعش يبقى لوحده كده. غريبه قوي يا طنط، مع ان يعني حضرتك ما جبتيش غير علي. اصل بصراحه ابو علي كان بيخاف قوي عشان جسمي ما يبصش، وكان بيحب قوي السهر كل يوم. يا سلام. مش عارفه والله يا طنط، يعني ليه علي ما طلعش لابو علي؟ الله يرحمه بقى. الله يرحمه. عشان كده فضلت محافظه على نفسك، مش زي جماعه اعرفهم. محافظة الجيزة. منورين يا جماعة. منورك. انت بتقول ايه يا علي؟ انت عارف يعني ايه عيل جديد؟ يعني بامبرز. ولا اللي هلبسه؟ يعني أدوية يا علي وحاجات كتير جدا. ولا لسه المدرسة ومصاريف المدرسة ولبس المدرسة. وقبل كده يا أستاذ جميل في سرير جديد، دولاب جديد، والنبي يا بابا اديني فلوس عشان أجيب هدايا لأصحابي. يا ولسه لسه الدروس الخصوصية والمصاريف هتكتر. إن شاء الله يا علي إن شاء الله بيتك هيتخرب. لا حول ولا قوة الا بالله. لا حول ولا قوة الا بالله.
حبيبي يا استاذ علي. تعال كده يبقى فاضل لك المشاية. طب استنى خد امسك. تمام كده يبقى عليك 1750 جنيه. انا ما بذلكش بس دي اسعار تجاريه. انت عارف بقى هبه حبيبتي بقى بتطلع عيني في الفلوس. انت جايب البتاع دي منين؟ عم اقول لك انت بتقول كده فاضل لي المشاية. اه طب انا هوريك دلوقتي حاجه. ايه؟ قول يا فاضل 1750 جنيه. ايه يا علي؟ في ايه؟ مش عارفه انام. دايما انا اسف انا اسف انا مش عارف. ادي كده 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 علي عايزين فلوس عشان ندفع مصاريف المدارس ومصاريف العيال ومصاريف البيت. عندنا حاجات كتير قوي لازم ندفعها يا علي. انا محتاجه فلوس. عايزه اجيب لبس الشتوي وادفع مصاريف المدرسه. وحبي عايز فلوس. حتى شعبان عايز فلوس. عايزين فلوس يا علي. عايزين فلوس يا علي. كفايه كفايه كفايه. لما يكبر يا علي والجواز مصاريف الجواز بقت عاليه قوي يا علي. لا ومصاريف الطلاق بقت اغلى واغلى. خلاص بقى يا جماعه احطوني بنبني. لا 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 لو سمحت يا علي ده مش كلامنا خالص. ده كلام انجي. انجي كانت دايما بتقول ان الاسره اللي تجيب اكتر من اتنين وجب عليهم خطف التالت. هي انجي قالت كده امتى؟ مش عارفه انا يا كاميليا. الستات اللي بيخلفوا كتير دول عايزين ايه؟ يعني ست من دول تخلف 5 و6 عيال وقال ايه هي كده ايه بتربط الراجل. هو الراجل ما بيتربطش اصلا. الراجل من دول اول ما يلاقي نفسه مش عارف يصرف على العيال يروح رميهم للست ويطلقها ومش بعيد كمان يتجوز عليها. ما انت شايفه ان احنا نكتفي بعيالين بس صح؟ طبعا يا كاميليا عيلين كفايه قوي. انا مش فاهمه اللي بيخلفوا 3 دول ايه؟ ما عندهمش ريحه الدم؟ مش حاسين بالمسؤوليه؟ البلد مش ناقصه يا كاميليا مش ناقصه. عندك حق. اصلا احنا لو خلفنا اكتر من 2 هنوديهم فين؟ صحيح هنوديهم فين؟ البلد كلها بقت عباره عن طوابير طوابير. صدق يا كاميليا ساعات بحس ان انا وانا داخله باب العماره اوصل لباب شقتي هقف في طابور. فاهم البلد بقت زحمة على الآخر مش ممكن. زحمة بس يعني الشوارع بقت عاملة زي ما تكون باركينج كبير. ما فيش شارع تعرفي تمشي فيه بعربيتك أبدا. وبعدين لسه قال إيه عايزين يخلفوا التالت. جت هنيرة اللي عايزة خلف. بتعملي إزاي كده يا كوكي؟ عايزة أعمل زيك. بس يا عم كده؟ آه. عشان كده أحسن من كده. مش طعمة. خلاص يا جماعة عندكم حق. هو لسه ما كملش 40 يوم يعني لسه ما دبتش فيه الروح. يعني انجي ممكن تنزله. انت عايز تموت ابنك يا علي؟ ضناك يا علي؟ ايوه انا عايز التزم بتحديد النسل. عايز ما بقاش مشكلة في الأزمة السكانية. انا بعمل كل ده عشان خاطر مصر مش عشان خاطر انا. تعرف يا علي طب والله العظيم احساس جميل قوي ان بعد ما الولاد يكبروا كده شويه ان الواحده تجيب بيبي جديد تفضل تدلع وتنرد وديجو ديجو 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 ديجو. انت عندك حق يا كاميليا. يعني انا بستغرب ايه اللي مزعلك يعني في الخلفه والعيال؟ مش عارف في حد في الدنيا ما بيحبش الاطفال خالص. يعني انا نفسي يكون عندي عيل والعب بيه. تلعب بيه ايه؟ انت هتخلف دبدوب؟ لا هيخلف عيل اهطل زيه كده هيجيب لنا نسخه منه. اصل البلد ناقصه 2 منك يا سامح.
طب والنعمة لما يكبر لخليه صحفي قد الدنيا زيي كمان صحفي كمان يا المشرحة ناقصة أوتا لإخواننا. ايه اللي انت ماسكاه في ايدك ده يا حبيبتي؟ لحقتي تنزلي البيبي؟ ده احسن قرار خدتيه يا حبيبتي. لا خلاص انا اقتنعت بوجهة نظرك وقررت ان انا احتفظ بالبيبي. ها ايه رايك في المفاجاه دي؟ زفت مفاجاه زي الزفت. في ايه يا لولو؟ ده بدل ما تقولي مبروك يا انوش. مبروك على ايه بس؟ طب وشغلك؟ مستقبلك؟ طموحك؟ هتعملي فيهم ايه؟ وبعدين هيبقى شكلك بايخ قوي يا حبيبتي وانت حامل. لا يا علي انت دايما بتحب شكلي وانا كنت مبعجرة وبدقلك كده، وانا كنت بحب امشي اتفشخر بيك قدام الناس، وانت كمان كنت بتحب تتفشخر بيا كتير. اتفشخرنا كتير قبل كده، خلاص كفاية فشخرة بقى. لا يا علي انا لسه عايزة اتفشخر شوية كمان. انت يا حبيبتي ما تبقيش عبيطة، انا بحبك وانت جميلة كده، وبعدين خلاص انت كبرتي يا حبيبتي. يا سلام يا سي علي، ايه كبرتي دي؟ ما اقصدش، قصدي يعني انت بقيتي فوق الثلاثين. نعم قصدي يعني فوق العشرين. ما ينفعش اقولك فوق العشرة، هتبقي اكبر من عيالك يا حبيبتي. علي انا مش هنزل البيبي. هتنزلي البيبي؟ لا يا علي مش هنزل البيبي، واعلى ما في خيلك اركبه. هتنزليه يا انجي؟ لا مش هنزله يا علي. وفيها بيبي، فيها بيبي، فيها بيبي، فيها بيبي. البيت والدلع وانتي وحشتيني والمكتب وحشني وقلت اجي اطمن عليكي. ايه ما تقوليليش بتعملي تحقيق صحفي؟ اكيد لا اطلاقا، لا يمكن لا يمكن. يبقى طبخه جديده. طبخه ايه والنبي النهارده؟ لا 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 دي حاجه جديده بقى، انا بتفرج على احدى صيحات الموضه في عالم الحوامل. مش هتصدقي يا انجي بجد، يا خدي يا خدي يا خدي يا خدي. عليك انتي كل ده علشان تجيبي لي هديه يا كوكي. والله انتي طول عمرك بنت اصول بجد. يا روحي يا روحي يا روحي على دلع ومشيت وقمر ونبي بروح عشان البيبي والنبي. فكريني على طول كده يا كوكي لان بجد بنسى روحي. بنسى بالراحه يا انجي يا خدي. يا حبيبتي طول عمرك ذوق يا كوكي. انا مش عارفه اقول لك ايه، بس ما تشغليش نفسك قوي بموضوع الهديه دي، ملحوقه. ايه يا انجي انت كل شويه تقولي هديه هديه؟ عيب يا انجي ما تحرجنيش يعني. قلتيها هنا مره وعديتها وقعدت اقول لك يا خاتيه يا خاتيه. خلاص يا انجي يعني حبيبتي احنا ما فيش بينا هدايا. انت عارفه انا بعمل ايه؟ انا بتخيل نفسي وانا حامل. لا بجد هبقى يا خاتيه يا خاتيه يا خاتيه يا خاتيه. جميله طول عمرك جلده. بتقولي حاجه؟ لا ابدا يا حبيبتي ما بقولش حاجه، بس يعني ايه يا كاميليا مش هتجيبي لي هديه عشان الحمل؟ وبعدين وبعدين تعالي هنا تشوفي شكلك وانت حامل ايه؟ ما انت عندك عيلين، نسيهم ولا ايه؟ ايه يا انجي انت هنزليني علشان عندي عيلين؟ ما انت كمان عندك عيلين. يا انجي انا نفسي اشوف نفسي وانا حامل، انا مشتاقه قوي يا انجي مشتاقه مشتاقه. جاتك خيبه؟ مش فاهمه ايه في ايه يا كاميليا. انت نسيتي؟ افتكري كده افتكري، ما تحملي بتكعوري وتتنفخي واول ما تولدي بتبقي شبه الكره المفسيه. انت هتخوفيني ليه يا انجي؟ وبعدين لو سمحتي ما تتريقيش، انت قريب قوي هتتنفخي وتبقي شبه الكوره. فشر ايه ده؟ بتقارني ايه بايه؟ ما شاء الله ممشوقه القوام طويله، يعني لما احمل احمل بامتي كده ابقى يا دوبك كيرفي، انما انت شبر وقطع. يعني لما تحملي
هتتنفخي؟ لا اتنفخ لا. وتكعوري؟ لا بلاش اتكعور. وتبقي شبه البطيخه المرطبه؟ لا 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 يا انجي بطيخه لا الا البطيخه لا 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 انجي لا. لا لا انت خضتيني على نفسي قوي. انجي انت اقنعتيني خلاص. انجي انا هسقط. اوعي يا كوكي اوعي تسقطي حرام. هو انت حامل؟ لا ليه؟ لا اذا ما كنتيش حامل يبقى تسقطي مش حرام. طمنتيني. ايه؟ ما رحتش شغلك النهارده ليه؟ ماليش مزاج. يا واد يا علي يا ولا ده نمك وحفظاك. انت متضايق من موضوع البيبي مش كده؟ وانا برضو مش من حقي اقرر انا عايز ايه. من حقك بس مش من حقك انك تلغي حياه انسان لسه ما جاش للدنيا. يا ماما ما هو لما يشتحك. يشتحني؟ يعني ايه يشتحني؟ الله الكلام ده بتجيبيه منين؟ انت ما قلتليش الكلام ده ليه وانا صغير؟ هو انت هتسيب الموضوع الاصلي وتمسك في شتحك؟ عديها. طيب شتحني. يا ابني يا حبيبي هو انت مجنون؟ انت الصبح عمال فرحان قوي وعمال تغني في ايديك اوعى تهد جبال وعمال تقولي فيها بيبي وبالليل زعلان ومش عايز اطفال. انت عايز ايه بالظبط؟ انا مش عايز حاجه. انا عايز الواد ده ينزل تاني. معقول يا علي انت اللي بتقول الكلام ده؟ ده انت كان نفسك ومنى عينك زمان ان يبقى ليك اخ او اخت. دلوقتي مش عايز اطفال ليه يا حبيبي؟ خايف لحسن يكبروك ولا خايف لحسن الموزز اللي حواليك يقولوا عليك ابو العيال؟ لا موزز ايه وانا ناقص موزز. انا مش عايز عيلي. خلي نشحت يا ماما شكلي هيبقى وحش قوي في الشحاته. يا واد يا واد كل عيل بيجي برزقه. وبعدين يعني هو انت قبل ما يجي مي وسولي كنت عامل ازاي؟ ما انت كنت رفيع ومسوس ومقيح ومعفن وما حلتكش الباضه. ماما ماما لو ما كنتش امي كنت طلعتيلي سيدي هيا. يا حبيب قلبي عايزه اقول لك على حاجه. انا عايزاك دلوقتي روحي تقوم كده تغسل وشك يا قلبي وتفطر وتحمد ربنا يا روح قلبي. ريحه ايدك بصل يا ماما. اعمل لك ايه؟ ما هي مراتك سايبه البيت وما بتطبخش. لازم انا اطبخ. امال اعمل ايه يعني؟ اف خلاص ربنا ينتقم منك يا انجي. ماما استحمي بقى. بس يا ستي ومن ساعتها بقى وهو هيموت وقلبه بيتفرتك كده علشان طبعا انت هتاخدي اجازات. طب انت حقك تاخدي اجازه طبعا يا انجي. انت مش حامل وكل شويه هتتعبي وكل شويه هترجعي وكل شويه هتتعبي. بس بعدين انا مش فاهمه ايه الحقد بتاع الراجل ده؟ يعني غيران قوي كده ياخد هو كمان اجازه وضع. ايه قصدي يعني اجازه بوضع اليد؟ هو مش رئيس تحرير يدي لنفسه اجازه؟ يا اختي ما انت عارفه يا انجي جميل ما بيطيقش الاجازات لا بيديها لنفسه ولا بيديها لغيره. وبعدين انت عارفه كان معتمد عليكي في شغل الجورنال كله مع ان انا قلت له يا استاذ انا سداده اعمل كل شغل انجي. راح بصي لي حته الدين بصه يا ده زي البصه اللي انت بتبصيها لي دلوقتي. ايه ده يا انجي انتوا متفقين على البصه ولا ايه؟ ايه يا انجي انا مش هقدر اسد شغلك ولا ايه يا انجي؟ بالعكس بالعكس يا حبيبتي ده انت قدها وقدود طبعا. بس انا مش فاهمه يعني ايه اللي هيحصل؟ وانا هموت ولا ههاجر؟ عادي احمل واخلف وارجع تاني الشغل زي كل الستات ما بتعمل. انا عارفه بس خلاص يا انجي ما تقلقيش والله العظيم ابدا اوعي تقلقي خالص. انا هشيلك طول فتره الحمل. طول عمرك اصيله اصيله يا كوكي. بس يا رب اقدر اشيلك وما تتقليش اصلك هتبقوا اتنين في واحد. ايه بنت الظرفه واللطافه دي؟ انت كده مش هتشيليني انت هتشليني. ايه يا انجي بهزر معاكي يا حبيبتي ما تزعليش الزعل وحش على الحمل. ايوه صح صح هو حذرني من الزعل وحذرني من الشغل كمان بس جيت الشغل وشفتك ندمت يا حبيبتي. طب وحذرك من ايه تاني؟ والله هو حذرني من حاجات كتيره قوي يا كوكي. ايه يعني؟ قال لي مثلا ان انا ما اكلش حاجات تقيله ما اشيلش حاجات تقيله. مظبوط كان في تقيله كتير في الموضوع. وبعدين قال لي قال لي ما البسش كعب عالي كتير. يا أو لا هو حذرني منه خالص الحقيقه يا حبيبتي. يا انجي طب وهتعملي ايه؟ ده انت جزمك كلها كعب عالي. لا 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 خلاص ما تقلقيش اعتبري ان كل جزمك بقت بتاعتي خلاص حبيبتي احنا اخوات. مش ممكن
مش ممكن التفاصيل اللي انت فيها مش ممكن يا حبيبتي، اللبس بنعديها، انما الجزمي مش مقاسك خالص يا كوكي، ما ينفعش. ما انا بحط منديل في البوز. منديل في البوز؟ اه بتضيق والله، انا بعملها كتير مع جزم حسين. حسين؟ ايوه. ايه حبيبي قلب امه؟ جوزي عادي ما فيهاش حاجه. اه بس مقاسه ما حول ولا قوه الا بالله. طب انجي الدكتور ما حذركيش من علي؟ ايه عايزه تستلفيه ده كمان؟ ده مش مقاسك خالص بقى على فكره. لا انت فهمتيني غلط، لا يعني حذرك من علي، يعني علي يا انجي يعني. خص عليكي، طول عمرك مخك زباله. انا انا يا كوكي اعمل قله الادب دي؟ خص عليكي. ايه ده؟ امال بتعمل ازاي دي؟ بتقولي ايه؟ لا ولا حاجه. عارفه بقى هو حذرني من ايه؟ ايه يا حبيبتي قولي. حذرني من لوك 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 لوك. عارفاها اللوك لوك دي؟ اه. بتعمل ايه بقى؟ بتطلع عصاره المعده، تعمل التهابات وحموضه، ويقول لك بقى شعر البيبي كلها اساطير. هي اللوك لوك. اوعي يا انجي، اوعي بعد كده تقعدي مع اي حد بيتكلم كتير. لا 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 لا، ده بيبقى صعب قوي. اه والله العظيم على فكره الدكتور بتاعك ده شاطر جدا وبيفهم حلو قوي. اساليني انا، اصل لما كنت حامل في ميدو كانت مين قاعده بقى معايا؟ حماتي. ما كان اول حمل بقى وعاديك على النصايح، اعملي كذا وما تعمليش كذا، اعملي كذا وما تعمليش كذا. لا 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 يا حسين انا ما اقدرش، دي بتتكلم كتير يا حسين. لا لا يا حسين. حملي بقى فياره كانت جارتي، مش جارتي اللي في الشقه الشمال، لا دي كانت هاديه وعندها عيني القلب والسكر، ما كانتش بتتكلم كتير، كنت بحبها عقل. جارتي الثانيه اللي على الشقه اليمين. ايه؟ انا قلت له انه الاستاذ سمير هو اللي هيفيدك في معامله الستات الحوامل وغير الحوامل كمان. خليك معايا هنا يا سمير، مالكش دعوه بماما. لازم تعرف ان معظم الستات في مرحله الحمل بتبقى عايشه على اعصابها. فعلا، يعني مثلا ساعات تلاقيها بتضحك بدون مناسبه، بتبكي بدون مناسبه. فعلا. هو انت كنت حامل من ورايا ولا ايه يا ماما؟ ايه ولا هي الست كمان بتبقى مرتبكه شويه ومتبهدله، خصوصا اذا كان البيبي ولد. اه علشان كده بقى كل الستات بيبقوا مجانين؟ لا مش كلهم طبعا. سيادة هانم مش ممكن تبقى زيهم طبعا. عندك حق، أمي دي مثال للعقل. العقل يا ماما، ها؟ العقل. بصراحة أنا عمري ما شفتها اتجننت على أبويا الله يرحمه، بس عشان عمري ما شفتها حامل برضو. يا سيادة هانم أخت عزيزة ومثال للجمال والاتزان والجتة. ميرسي. في إيه يا سمير؟ أسيب لك أمي وأمشي؟ ما تخلينيش أتغاب عليك. على سيادة هانم أخت عزيزة ومحترمة وجميلة. والله يعني كلامك فيه حاجة قلقاني، بس لو رجاء موافقة أنا ما عنديش مانع. شيل يا معلم. بجد يا عمي؟ عمد دبب. ايه ده؟ السيمة دي؟ الله البيت شكله حلو قوي. ايه ده؟ عيد ميلاد مين؟ الحظ خلاني انسى. عيد ميلاد مين؟ علي؟ لا علي عيد ميلاده مع عيد من عمال. طب مي؟ لا بيجي في الشتاء، وصالي بعديها باسبوع. اه هي سياده حماتي طبعا، امه فصرف بالونات ماشي علي، انما انا ما تعبرنيش. بجد ولا انت بتقول لهم كده بس وعايز تخضني عشان البيبي ينزل؟ بجد بجد يا علي، يعني انت بجد مبسوط بالبيبي وعامل كل ده علشاني انا وهو؟ طبعا يا حبيبتي، ما انت عارفين بيس. وانا يا مامي قلت لبابي ان انا عايزه البيبي بنت.
وانا قلت لبابي كمان ان انا عايز البيبي بنت. يا ولاد كل اللي ربنا يجيبه كويس يا رب ان شاء الله ولد يا رب. انا بقى عايز توأم ولد وبنت. عايز الولد شباك وعايز البنت برضو شباك. ايه ده يا علي؟ ما اقدرش على اتنين صحتي. وبعدين انت هتجيب الفلوس دي كلها منين؟ ما انتي عارفاني فيس. وبعدين انتي نسيتي ولا ايه؟ في ايديك اوعى تهد جبال، في ايديك اوعى. وعليك صبر وطولة بال وعينيك حلوة. مقدرش ما احبكش وحياتك مقدرش. بقول لك ايه يا علي، انا نفسي في جميل. عايزه رنجة. انت حامل يا ماما؟ طب الست بتتوحم، يعني انت عايزه رنجة ليه يعني؟ نفسي فيها، فيها حاجه دي طفصه. طب بجد يا علي انا عايزه جميز لحسن تطلع في راس البيبي جميزه. حبكه جميز يعني يا انجي؟ وبعدين انا عمري ما اكلته قبل كده، شوفي لك حاجه تانية. طيب بلاش يا علي جميز، شيلني شيلني يا علي ولف بيا الشقه. عايزه كم كيلو جميز يا انجي؟ علي ايه ده يا علي؟ هتعمل ايه؟ ابدا هنام بقى. تنام ايه يا علي؟ معقوله؟ ما انا عملت لك كل حاجه في البيت وجبت لك ميه جنبك اهو عشان لو عطشتي. انام انا بقى. ايه يا علي اخص عليك؟ انت زهقت من طلباتي؟ ده انا ام الواد. على فكره انا عندي اتنين نايمين جوه. الله اكبر الله اكبر، في عينيك يا علي، بسم الله ما شاء الله، اللهم لا حسد، ربنا يحميهم ويحرسهم. في ايه يا علي؟ خلاص انا هبقى ام البت والودين. يا رب، اللهم امين، ربنا يحميهم ويحرسهم يا رب. انام انا بقى. لا يا علي تنام ايه، معلش قبل ما تنام عايز اطلب منك طلب صغنطوط قد كده، ممكن؟ اتفضلي. اصل بصراحه يا علي اللب ده جوعني، وبعدين مش عارفه اكل ايه، نفسي في حاجه خفيفه كده علشان الحموضه، عارف تعباني اليومين دول، فبفكر اطلب 4 حواوشي و3 كفته وفتيره سجق، وعايزه فتيره بالكاستر وواحده بالعسل وقشطه، مش عارفه هاكل انهي واحده فيهم، احتمال اكل الاثنين. ويا ريت يا علي بقى معاهم كوبايه شاي كشري، ها، والسكر بر. اجيب لك 2 فته بالموزه معاهم؟ لا لا لا، تقيله قوي الفته، اخص عليك يا علي، فته انت عايز تموتني. انت فاكراني دليفري يا انجي؟ يعني اعمل لك رقم مختصر 13 3 سبعات مثلا؟ الله، فكره حلوه قوي، عشان ما تتعبش كلم بقى الرقم ده واطلب منهم واحده اكسبريس ودابل، ها، علشان انام. دي كده هنام منين دي؟ اتجوز ديناصور. بتقول حاجه حبيبي؟ لا ابدا يا حبيبتي. طب انا هطلب لك كل الحاجات دي دليفري، ها، وانا هعمل لك الشاي والقهوه. حبيبي يا علي، ربنا يخليك لي، مش عارفه اعمل ايه من غيرك بجد. ما هو انا ارخص من الفلبينيه، بس بقول لك ايه بقى، يا ريت تكلمي ابوكي بكره يبعت لنا ام عليش. ام عليش؟ يا ريت يا علي يا ريت. وانا ما قلتلكش؟ لا ما قلتليش. مش ام عليش تعبانه قوي 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 يا علي، لدرجه ان بابا جاب 2 يخدموها؟
طب ما تكلمي ابوكي يخلي حد من اللي بيخدموا امه عليش تيجي تخدم بنته. يا ريت يا علي، يا ريت ينفع، بس انت عارف امه عليش غاليه عندي جدا، وتيتا موصياني عليها. تيتا موصياني عليها، والاسطوانه المشروخه اللي بسمعها كل مره. بس اعمل ايه يعني، ما انا كمان محتاج حد يخدمك ويخدمنا معاكي. ما اقدرش يعني بصراحه، امه عليش هتتعب نفسيا، وانا ما اقدرش اكسر بنفس الست. ست مين؟ امه عليش يا علي. بس ما تقلقش، انا كلمت بابا وقلت له يبعت لنا حد يساعدنا، فقال لي على فكره حلوه قوي، قال لي انه هيبعت عليش علشان يساعدنا على امه عليش. ما تخف، ايه رايك بقى في المفاجاه الحلوه دي؟ لا عليش، لا لا علي، علي السجق، علي انا جعانه.